عرفنا براسك وبالمهنة ديالك. الآن عبس لا مفتوح. المهنة ما خليت أنا ما خدمت، خدمت معلم ديال بني، خدمت بيون، خدمت بحري، خدمت غطاس، خدمت بزاف الحاجات. ما شاء الله. هضرنا شويش على بليونش. بليونش عندها واحد التاريخ قديم بزاف بليونش، التاريخ ديالها أن علاش بليونش كانوا فيها قبل جان هنايا الرومان هو الأولي. بخبركم الرومان كان هنايا أوليسيس كان هو الأولي بليونش. كان مسمي أوليسيس واحد الروماني. أوليسيس كان ساكن في كان ساكن في واحد في واحد الكهف. واحد الكهف اللي عيطوا له الماء المحفور لين في الباب ديال الحجر اللي نعيطوا له حنا الباب ديال الحجر. وهذاك الاولي بليوني دنزل بليوش اللي يقولوا الاولي الله اعلم ما عرفناش هنا علاش حنا عندنا تاريخ مثلا ديالي انا هنا بليونش قدام بزاف ولكني انا جدو ذو الوالد كان ساكن عارف واحد الكهف هنا نهبط عاود قديم بزاف جدو ذو الوالد كان هنايا وانا نقول لك احنا هذاك اوليسيس هو الاولي اللي قال لك انزل هنايا بليونش نزل في الكهف اللي في ذيك قولوا الماء المحفور وحال العنصر المالي في سبته وتما كان ديك العنصر ذا المجاهد دابا عند المجاهد عند واحد كيعيطوا له المصمودي الدكتور الدكتور المصمودي تسمعوا به. هضرنا شويش على سبته. وهذاك هذاك هذاك اللي نقول لك هذاك هو سبته وعليها سما واحد الاوتيل في سبته اوليسيس. اوليسيس واحد الاوتيل الاول الكبير كان في سبته اوليسيس كان مسمي على على اوليسيس. هذاك اوليسيس كان نسيت شي عيطوا له بعد ذلك البركوس كان كان عنده هو ذيك البركوس كان مسمي فوقاش سبته كانت قاضيه فيها مزاوله سبته في الاولي كانت الجزيره الجزيره كانوا فيها شي حاجه ضعيفه ضد البشر كانت وحده كانت مسميه راس البينه كان عيطوا لها المينه امينه كانت كانت ساكنه تما في الراس سبته او باقي الاخر ديالها تما الاثر ديالها البرج ديالها كانت تما سيدي بن العباس سبسي كان كان تما سيدي شنو بعد ذاك سيدي السبسي حضرت على شي حرب ما بين اسبانيا والمغرب على سبته؟ لا. لا 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 وقع وقع النزاع بالحق ماشي الحرب وقع في فاش اللي عيطوا له السيدية في العام السيدية فني في 63 في الترفاية كانت واقيلا العقلية الترفاية ماشي السيدية فني حرب الترفاية كان قبل من السيدية فني هذاك الحرب هذا كانوا خرجون صارن هنايا خرجون الحدود بحق ما قوالوا كانوا كانوا خرجون الحدود المغرب حنا المغرب كان باقي الساعه باقي تعب بزاف في 63 وخرجوا حتى الحدود الجيش ديال النصراح ما خرجوش من برا البليونيش حد من الحدود بقاو الحد كانوا بقاو تما شي ايامات الخير بقاو تما الجيش ديال الاسبانيول والساعه حنا المغرب كانوا عندنا هذيك الساعه هذيك 20 شحال 18 ديال العسكر 18 ديال العسكر كانوا كانوا هنايا شي جوج ثلاثه جابوا لنا شي 15 جازو من هنايا وحنا كنا كنمشيو مع العسكر ديك الوقت كيفاش كيفاش باش اسبانيول داو سبته؟ سبته كيفاش باش داوها؟ سبته كانت الجزيره الجزيره وكانوا فيها اسبانيول قلال كانوا يخرجون عندنا هذا هنا بليونش كانوا القنطره كتنهز بالباب هيدا يشدوها في العشيه الحيط عند معدل كانوا يشدوها ويفتحوها كانت الجزيره المهم كانت كانت عندك اسبانيول ضعاف كانوا اسبانيوليين شقوا جا البرتقالي ليه كان ينزل فيها البرتقيز ما ينزل فيها البرتقيز بقى بقى الحرب عند البرتقيز كان مع المغرب في ذيك الوقت في العام 1400 وشي حاجه كان الحرب ماجي مش لعيطوا له مصويره وجات كامله كان البرتقيز فيها مصويره والقصر الكبير وهذه زايله وطنجه والقصر الصغير هذا المهم عمره وقعت الحرب لا دابا خلينا الحرب وقع الحرب قديم حرب قديمية في 1400 وقع الحرب مع اسبانيول هنايا في الحدود أرى ليش ما ينزل البرتقيز دعاون سبته شقة والضحرة من البرتقيز قال اسبانيول عاوني عاونوا في القصر الكبير وكانوا ماتوا ثلاثة الملوك في القصر الكبير في واحد الوقت المهم عاونوا تروا سبته البرتقيز عطاها اسبانيول زاد اسبانيول تقوى ما يسقوى صردوا واحد القايد ديالنا حنايا الجيش نهافين اش اللي عيطوا له الوداويات اللي يقولوا الواد الخلود ديك الموضع صار ذاك القايد في الجيش في كل شيء ديالنا
للمغرب، سردوهم تما قالوا له باش دار في اسبانيول، بقى كيضرب مع اسبانيول. واحد الساعة ساهموا الرئيس الاسبانيول كان تما في سبزة ومع ديالنا، مع ديك القائد العسكر ديالنا، ساهموا كان يعيطوا له شقيرو، بقى كيعته هذا كيعته وهذا كيعته، يبيعوا يشرو مع بعضهم. ما جا واحد القايد ديالنا اخر جا وطلوا راه القايد بقى جبروه شقه تاع الاسبانيول دا جيا كامله، سلمه الاسبانيول بالغلو بالغون هذي اسبانيوليين، جبروا على القوه، كانوا ذوك القايد كانوا على القوه، هذا كانوا علقه مره مشى، كان قال له ذاك الملك ديالنا حنا واحد الملك كان ضربوا الطاسين، كان قال له يا شقيرو شقيتي هيدي هذا الشيء اللي لقيتي، كانوا علقوا تما في الوداوي تما علقوا ذاك القايد. إوا هذه دابا سبته، هي سبته من القنطرة هنا كاملة كانت في اليونس، قنطرة كاز الديوانة وجات كاملة في اليونس، هذه هي العاصمة، هي العاصمة سبته، هي في اليونس، هنا في اليونس نزلوا فيها موشي واحد، نزل فيها نقول لك الرومان، نزلوا الإسبانيول، نزلوا البرتغيز، نزلوا الناس جاو من الأندلس ومشوشوا، الناس اللي مشاو للأندلس في عهد طريق بن زياد من هنا مشاو، من هنا مشاو من هنا نزلوا. كان هنا القاضي عياد، كان هنا في زبي، وكان هنا في ذان هذاك اللي عيطوا له بزاف الناس كبار كانوا في بليون ساكنين. حنا القاضي عياد يبان له باقي البرج ديالو باقي بكل شيء ديالو بالكتابه ديالو بكل شيء في يوم البحريه هذا، تما كان عنده الاخر ديالو هو وحق القصر ديالو. بليونيش كانت كبيره بزاف، كان فيها سكان بزاف وعندها حتى تاريخ كبير بزاف. ما عمركم ساليتوا بليونيش ولا ما ساليتوهاش عمركم؟ فيها الاثارات بزاف، فيها الاثارات انا نقول لك باقي مزيانين وكاين وما خلاهم يطيحوا. على الاثارات اللي باقيين دابا الاثارات كانوا شحال سبعه البراج، سبعه البراج عرفتي قداش كانوا البراج؟ هذا البرنامج حنا كله باقن طيحوهم كاملين، باقي واحد فيه النص هو اللي مع ذيك الجامع اللي عند القرص، هذاك باقي فيه النص، واخرين كله طيحوهم. ذيك البراج كانوا كيحدوا بليونش كامله، كانوا مع البلايا، شوف كان واحد هافي في البلايا وسط البلايا ديال اليونس، كان تما واحد وواحد كانوا فوق دار هذيك في يوم هذيك الاخر ديال الكامبو ديال الكره ديال العيال، وواحد كان في نقول لك انا فيهم البحريه كان واحد تما، وواحد كان ليه في الديوانه، وفيه الديوانه ديالنا المغرب دابا هذيك الديوانيين طيحوا ذيك البرج وبناوا الديوانيين تما، واحد ديال البرج طيحوها وبناوا. نقول لك واحد كان هنا في الباجينيرا هذا من البراج كانوا مزيان تفار، هذا واحد كان تايو الكامبو الكرة ماشي طايل طاح، علاش خلاوه ينتشل من القاع، محفر من القاع وطاح بالريح، كان طيحو الريح هذاك الاخر صافي. سمح لي نهضر عليك شويش، نتينا فوقاش فقدتي البصر ديالك؟ اه نهضرو عليك شويش، نتينا فوقاش فقدتي البصر؟ البشار في العام 1999. لا فوقاش ما بقيتيش كتشوف؟ مقوام ما بقيتش نشوف، هذه 10 11 سنه دابا من العام 2011. اسمح لي باش كتحس فاش كتسمع مثلا الناس كيهضروا ولكن ما قادرش تشوفهم؟ ما والو ما نشوفش، ما نشوف حاجه. شنو الاحساس ديالك فاش كتسمع الناس يهضروا ولكن ما قادرش تشوف فيهم؟ لا والو ما نشوفش، ما نشوفهمش نهائيا. شوف شو ان 700 يهضروا وكان فاهم سنه الهضره كامله تدخل في راسي بالحق، شوف ما نشوفش. كتحس بشي حاجه ناقصه في حياتك؟ ايوا كل شيء ناقص عنده هو. انا عملت اربعه العمليات جراحيا، اربعه العمليات ماشي واحده، مراره والنبوله والكلاوي بزاف. شنو السبب باش ما بقيتيش تشوف؟ هذاك انا اللي عيطوا له مشى بالبحر، ديك القراعي ديال البحر، القراعي ديال البحر هذاك السبب، هذاك السبب الاخر ديالي. يعني كنت غطاس؟ كنت غطاس ايه، تغطس ارفع غطس يتسل في الناحية هذي كوستا هذي كاملة من الحسيمة من كاليريس حتى العريش كاملة هذي غطس يعني. وهذا الأخرى الحال أن القرعي في هذيك الأخرى السكمبرسيون هذيك هو اللي سكمبرسيون، ما يطلعت من القاع ما عملش سكمبرسيون، ما كان ما بقاليش الريح باش نعمل سكمبرسيون، وخرجت خرجت مشلل مشلل، خرجت من البلايا مشلل. واحد الاستاذ مسكين من طنجة وباقي بالروح هو اللي جرني هيدا البلايا، هو اللي زق لي الحوايج معليا، وكان الصيف شهر 8 وبقى يهني تما بالزيت يلا من حتى تحركت، ما يتحرك كان عندي واحد الموتور الطريق، شبرت الطريق وبطن سبته بيدي، بطن
مشيت تما عند النصارى قلت لهم اش وقع لي واش وقع لي، كنت نعرف واحد طبيب تما، والساعه هزوني عبوني اسبانيا، جا الهليكوبتر عباني اسبانيا، هزني وعباني في 83. ما نطولوش عليك، الله يرحم والديك. قلت لي سبته تعرف من بليونش، بليونش كانوا يحرطوا عقبة الحمر، بقى العقبة الحمر كان عيطوا له حنا العقبة الحمر مع جامع كبير تسبته، هذا كانوا عيطوا له عقبة الحمر، يبان احنا ما تسمى حتى دار فيها، ما كاينش الديور مره، جامع وحده كبنا مولاي المهدي تستاون، وواحد مولا هنا يقول الخندق رحمه او تما انها المهم كل شيء كان مسمي بالعربيه وكل شيء كان بليونش، الديوانه ما كاينش حنا ما برناش الديوانه نهائيا، ما كاينش الديوانه بين بليونش وسبته، كانت تمشي فخ ما بغيت واجي فخ ما بغيت، كانت الدنيا ديوانه كبيره صافي الليل، ما كاينش الديوانه، الديوانه هذيك سبته عاد من واحد حتى جا الاستقلال عملوها الديوانه الكبيره، وبليونش انا نقول لك طرف هي سبته طرف من بليونش، ماشي بليونش طرف من سبته، لا بالعكس، علاش انا نقول لك دابا النصارى هنايا في العام 1008 وشي حاجه قال لي كانوا لنا وشي البراج هنا واحد الرينا سابيل كانوا عيطوا له رينا اسبانيا، بنات واحد شد البراج هنا دار جبلها فيا عيطوا له جبل شندير، حنا كان عيطوا بنات تسمى باش تحسن بليونش، وقتلوا له العسكر في ليله واحده، المجاهدين كانوا في الجبل ما يقدر يبلغ لهم حتى واحد، كانوا المجاهدين ديالنا كانوا صعاب زعما ما كانوا، قول لي نعم ان شاء الله نرجعوا عندك حيت القصه تبارك الله طويله. شوف ما يترجع عندي الاخرية ساعة ونص، الاخرية ساعة ونص، هذه على سبتة باش نعاود لكم على الواقعة اللي وقعت لي انا سبتة، انا وقعت لي واحد الواقعة في سبتة، وقعت لي واحد الواقعة كبيرة في سبتة بزاف ان شاء الله. لا على في العهد المسيرة وقعت لي المشكلة انا في سبتة، الله يجازيك بخير، الله يرحمك. وباجينيرا باجينيرا التاريخ ديالها ماشي طايل، ساعة خلقت انا ساعة داو باجينيرا ساعة داو هي خلقت انا في 45 في العام الحرب العالمية، الحرب العالمية في 45 خلقت أنا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.